بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتري إنسكوب. وكالة الأنباء الجزائرية بعتت رسالة قوية جدا لفرنسا، فعلا رسالة قوية مش أي كلام، وهنقول لكم دلوقتي ليه الرسالة قوية. هنقرأ لكم دلوقتي الرسالة وبعد كده هنعقب عليها. وكالة الجزائر قالت لفرنسا ليعلم هؤلاء أنه إذا فكرت فرنسا في تكرار سنة 2023 سيناريو خليج الخنازير فأنهم قد أخطأوا العنوان. طيب إيه قصة خليج الخنازير اللي اتكلمت عنه الجزائر؟ عاوزكم تقارنوا بين القصة اللي أحكيها دلوقتي والقصة ما بين الجزائر وفرنسا. كان في توتر في العلاقات بين أمريكا وبين دولة كوبا. المهم الرئيس الأمريكي جون كينيدي ساعتها أخذ قرار أنه يقوم بغزو كوبا، فطبعا مش هيتم الغزو على طول بالطائرات الأمريكية أو بالجنود الأمريكان، لا شوفوا بقى الخباثة بتاعت الأمريكان. الأمريكان استغلوا الكوبيين المنفيين بره البلاد، وقامت الاستخبارات الأمريكية بتنزيل الكوبيين المنفيين بالمئات في خليج الخنازير في الساحل الجنوبي لكوبا علشان يقوموا بانتفاضة وبمظاهرات وتدعمهم أمريكا بالطائرات أو بالقوات الجوية. المهم أمريكا في النهاية تخلت عنهم وما دعمتهمش أصلا بالقوات الجوية، وانهزموا الكوبيين المنفيين وتم اعتقالهم. علشان كده الجزائر بعتت رسالة لفرنسا إن صعب حدوث ده في سنة 2023، صعب يا فرنسا إنك تجمعي معارضين ضدي ترسليهم للجزائر، بدليل إن الوكالة الجزائرية قالت ازاي واحدة ولا هي ناشطة ولا هي صحفية ولا لها اي صفة بعد 48 ساعة من خروجها من تونس الى فرنسا تستضيفها القنوات الفرنسية بالطريقة دي. فالجزائر بتقول لفرنسا انت يا فرنسا لو عاوزة تجمعي المعارضين ضدي او عاوزة تعملي زي ما كانت امريكا بتفكر تعمل في كوبا فلقد اخطأت العنوان، زي ما قال البيان بتاع الوكالة الجزائرية. خد بالك من كلمة لقد أخطأت العنوان، لو رجعنا كده لتصريح وزير الخارجية الروسي لما اتكلم عن هجوم 27 نائب أمريكي وعلى أساس ان هم يعاقبوا الجزائر، وقال لهم لقد هاجمتم الشخص الخطأ. واضح كده ما بين يعني لقد أخطأت العنوان اللي قالتها الجزائر ولقد هاجمتم الشخص الخطأ اللي قالها وزير الخارجية الروسي، واضح جدا ان في تنسيق كبير جدا في الافكار ما بين روسيا وما بين الجزائر، واعتقد ان تنسيق مش في الافكار بس، تنسيق استراتيجي وتنسيق كمان على المدى البعيد هنعرفه اكتر الايام اللي جاية. حفظ الله الجزائر وتحيا الجزائر.